السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منار التربية الإسلامية، المستوى الخامس، الحكمة، الأسبوع العاشر، عنوان الدرس: أهذب نفسي على بركة الله. إلى الصفحة 26. قرأت قول الشاعر أحمد شوقي حيث يقول: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فهو شاعر مصري معروف. فماذا فهمت من هذا البيت؟ ماذا فهمت من هذا البيت الشعري؟ وهنا في الجانب آية قرآنية تقول: وإنك لعلى خلق عظيم. وهنا المقصود بالكلام هو الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله. إذا نجيب: ماذا فهمت من البيت الشعري الذي يقول: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا؟ أساس بقاء الأمم هو التحلي بالأخلاق، وعند اندثار الأخلاق تنتهي الأمم وتاريخها، لأن وجودها مرتبط بتحليها بالأخلاق. والمجتمع الفاسد تضيع فيه الحقوق والمبادئ وينتشر الظلم، فتكون تلك نهايته، أي بانتشار الظلم وغياب الأخلاق تكون نهاية المجتمع. ولنا عبرة في الأمم السابقة، الأمم السابقة التي سبقتنا، كلما زاد طغيانها وظلمها وفسدت أخلاقها إلا وتم التعجيل بفنائها واختفائها، كما قال الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم، إن ذهبت الأخلاق ذهبت الأمم. هذا هو المعنى باختصار. إذا ندخل إلى الدرس. يقول: أقرأ وأتأمل. قال الله تعالى في سورة المطففين من الآية 29 إلى الآية 32: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. حديث في سنن الترمذي. هنا بعض معاني الثرثارون: هم كثيروا الكلام. المتشدقون هم متكلمون دون احتراز، يعني يتكلمون دون اهتمام، دون أن يعيروا الآخرين اهتمام، دون يعني أن يعيروا يعني مشاعر الآخرين اعتبار. المتفيقون هم متكبرون الذين يظنون أنهم يعرفون كل شيء ويعلمون كل شيء، فيترترون ويتكلمون يتشدقون بتكبر. إذن إن الذين أجرموا، أي أن المشركين، ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا من الذين آمنوا يضحكون، كانوا يستهزئون بالمؤمنين. وإذا مر المؤمن أمام هذا المجرم، هذا الفاجر، هذا الكافر، كانوا يتغامزون ويضحكون ويسخرون منه. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكين، وعندما يعودون إلى منازلهم، إلى مساكنهم، إلى أهلهم، يعودون فرحين.
وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يعني كانت الآية معكوسة، أن هذا المجرم يظن أن هذا المؤمن هو الذي تاه وضل عن الطريق. أما حديث رسول الله فهو بشرى للذين يتمتعون بالأخلاق الحسنة، للناس الذين أخلاقهم حسنة. إلى قال ماذا قال؟ قال إن أحبكم، أكثركم حبا، يعني أن الذي أحبهم أكثر هم من، ومن وأقربهم مني يوم القيامة من، هم أحاسنكم أخلاقا. كلما حسنت أخلاقك كلما زدت قربا غدا يوم القيامة من الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن أبغضكم إلي، إذن ضد ما جاء في الشطر الأول من الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبغض ويكره من الذين أخلاقهم فاسدة وسيئة، وأبعدهم مني من هم الترتار. هذه من الأخلاق، أخلاق التي لا يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الترتار والتشدق والتكبر. نكمل إذا نمر إلى عما نهى الله تعالى في الآيات. إذا كما رأينا في الآيات، نهى الله عز وجل عن السخرية والاستهزاء والهمز واللمز. ويل لكل همزة لمزة، الهمز واللمز، ويدعونا إلى احترام الآخر حتى وإن خالفنا في الرأي نحترمه. بما يجازى صاحب الخلق الحسن يوم القيامة، إذن ينال حسن الخلق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال أحب إن من أحبكم إليه، ويكون أقرب الناس إليه يعني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة، يعني يكون يجلس قرب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جزاؤه جنة الفردوس، يعني إن كنت قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم سيدخل الجنة فأنت لا محالة، فهذا الحسن الخلق لا محالة سيدخل الجنة، يعني ما دام هو أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كذلك في الجنة، يعني جزاؤه جنة الفردوس بجواره صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أن الجنة درجات درجات، وأعلاها يعني جنة الفردوس عند الحوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، الوسيلة والفضيلة كما نقول عندما نستمع إلى آذان. إذن عما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الترترة، عن الترترة يعني الترتارون والمتشدق والتشدق والتكبر. نعم، إذن أتمثل وأبادر. أكد الإسلام على أهمية الأخلاق الحميدة في صلاح الفرد والمجتمع، وبين مكانتها الرفيعة. أهذب، إذا ما المطلوب منك؟ أن تهذب، يعني أهذب خلقي وأتحلى بمكارم الأخلاق اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، حيث وصفه الله في سورة القلم قائلا وإنك لعلى خلق عظيم. فيجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا. أوظف مكتسباتي، أنقل القطاطة إلى دفتري وأكمل. أهذب خلقي وأتصف بماذا؟ الرفق واللين. أهذب خلقي وأتصف بالتواضع. أهذب خلقي وأتصف بالصدق والأمانة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصبر والحلم، فمن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الصبر والحلم، فهو كان يتصف بمكارم الأخلاق. ماذا أيضا؟ أحب خلق أهذب خلقي وأتصف بحب الخير للغير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، لمن الأخلاق يعني العالية.
ثم بقي لدينا مثال آخر، أهذب خلقي وأتصف بماذا؟ بالعفة، أكون عفيف النفس. نعم، ننتقل إلى النشاط السادس، أقوم وأدعم مكتسباتي. ماذا عليك أن تفعل لتكون حسن الخلق؟ وماذا عليك أن تتجنب كذلك؟ إذا نجيب، لأكون حسن الخلق يجب أن أصاحب الأخيار، لكي أكتسب خلقا حسنا يجب أن تكون الرفقة حسنة، وأطالع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قدوتنا، لكي أقتدي بالنبي يجب أن أطالع سيرته وأعلم الصفات التي كان يتصف بها حتى يكون قدوتي، وأن أعمل جاهدا لأكون بجوار سيد الخلق يوم القيامة. هذا معناه أنه كلما اتصفت بالخلق الحسن كلما تحققت البشارة، حيث بشرنا النبي أن أقرب الناس وأحب الناس إليه هم أحاسننا أخلاقا. وبالمقابل ماذا عليك أن تتجنب؟ وبالمقابل يجب تجنب رفقاء السوء. قد تكون أخلاقك حسنة، ولكن إذا رافقت صديق سوء أو صديقة سوء فقد ينقلب حالك. نعم، إذن بالمقابل يجب تجنب رفقاء السوء، ومشاهدة نتجنب مشاهدة مسلسلات وأفلام العنف والأخلاق السيئة، وكذلك صفحات التواصل الاجتماعي يجب أن أختار ماذا أطالع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نسألكم الدعاء.